ازاي تحولت من الجزيرة للأهلي؟ كابتن محمود خطيب يكرمني وبعديها قال لي يعني احنا عايزينك نمرة واحد. انت كنت لاعب كرة قدم، ايه بقى اللي حصل علشان تتغير وتبقى لاعب سكواش؟ لكن انا ساعتها كنت لازم العب تمرين سكواش، فبابا قال لي انت لازم تحضر تمرين سكواش بعد كده تروح الكوره. بتعمل ايه بقى مع تجهيز البطولات؟ بيطلب منك اكيد تقلل الوقت او ممكن وقت ما بتلعبش اصلا بلاي ستيشن. في خناقات اللي هو انا اخدها ولا لا مع البطولات. فليتك اصلا احتفالات مؤمنة؟ لا طبعا يعني كان سببت لي كتير من المشاكل انا عارف. دخول والدتك المفاجئ والاحتفال الخاص اللي احتفلته بيه معاك كانت لحظة جميلة جدا. يعني انا بالنسبة لي اكتر حاجة بتخوفني في حياتي هي الميزان. يعني الطقوس الاول قبل كل ماتش، هل في حاجة بتعملها تتفائل بيها؟ مش انا واصحابي مثلا رايحين على الماتش مثلا ان شاء الله راجعين مثلا اللي هو هتخلص النهارده مثلا 2-0. مين اللي اسهل لك لما بتقابله؟ هل زمايلك في المنتخب ولا اجانب؟ بيبقى اجانب ببقى اللي هو ببقى مستريح اكتر. رأيك في تجنيس محمد الشربجي واللعب بالعلم تحت العلم الإنجليزي، رأيك إيه في الموضوع ده؟ موضوع صعب جدا، التالتة شمال بنهز جبال وعلى الصوت دايما بنشجع الأبطال، فريق كبير فريق عظيم،